ها لا 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 اللي يقولون ما لا لا ولا غير راعيها هذا قصر بن دباس شيخ وريث شيوخ من الأدد البح عزوة يلبسون الجوخ ولولاك ذا ما سمي الروق يا المطنوخ يقولون ما لا لا ولا غير والله لو ان الطيب يحكر للرجال إني لا سمى الطيب باسم الدلبحي ترى قدايم من قدايم ما هي بجدات وترى الفعل هذا وارثنا أجداد وترى لادد البح مصدر العز والأمجاد يقولون ما أدى البحي والله ما يحسب للريال لو يحسب له كان غطى الراجح صحيح الظفر من جاء صحيح الكريم معان هذا الروق يا المطنوخ ومشرف العتبان بنى مجلس عمر مثل ما بنوا برزان يقولون ما للعلة الا مداوي الطيبين من الجنوب للشمال واللي يقول الحق ما هو مستحي يا شباب تعبت الرياجيل يا شباب وعمرت لك صرح ينام وسط والشناب ولا بشهد غير لجات من الاجناب يقولون ما للعلة اما رفعت الصوت ونخ العيال ولا كتبت كتاب ما تمحي يا ابو عايض الموضوع ما بين شيل وحط ترى سالفت كالتالية من تحتها خط ولا ناسبتنا لعبة بين فار وقط يقولون ما لا لا ولا غير اما مشيت ويا زملانا بالعدل برسل بن غنام ولا بن محي
ترى اللي يحوش المدح يستاهل الامداح، لكنك تجملت وما قصرت يا القرقاح، ولا حاصل شي كان مجير ولا مفتاح، يقولون ما لا لا ترى اللي يحوش المدح يستاهل الامداح، لكنك تجملت وما قصرت يا القرقاح، ولا حاصل شي كان مجير ولا مفتاح، يقول من بعد داعش فالقديم من الليل، صاروا ما عاد يصدقون الملتحي، عليك الصبر يا ابو سعد والسعد جايك، لكن استمع رايي وانا بستمع رايك، تبحث عن الكنز ويخرث عليك الشايك، عليك الصبر يا ابو سعد والسعد جايك، لكن استمع رايي وانا بستمع رايك، تبحث عن الكنز ويخرث عليك، يقولون ما لك شيوخنا للمشيخه مضرب مثال، وانت تمثل في مسلسل دنحي، إلا قلت كلمة حق عديتها تكريم، ومغنيني ومستغني بدروع جنبي عيال مضيم، طلبت الله يغيثك وخيال عليك الغيم، يقولون ما لا لا حتى الرسول اللي عتبه له خوال، يمكن تقول انه نزل بعده وحي